حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. التنور فيها قولان لأهل العلم: التنور الذي يخبز فيه، والتنور وجه الأرض. وظاهر التنور في الوجهين. التنور المعروف الذي يخبز فيه يكون مثل هذا الكوب لكن واسع، يرمى الجمر فيه، ترمى الأخشاب فيه التي أو الفحم فيه، ويوقد فيها النار، تشعل فيها النار، وبعد ذلك تخمد النار وتصبح جمرا في القاع. يأتون بخبز يضعونه في الجوانب، في الجوانب. فهذا التنور يملأ بالماء، يعني الماء غطى الأرض وامتلأ التنور، غطى الأرض وامتلأ التنور.